السلام عليكم، بنرحب فيكم في مادة الريادة هذا الأسبوع، واللي حنتكلم اليوم في تشابتر 9. تشابتر 9 بتكلم على الـ Organizational Plan. الـ Organizational Plan وهذا جزء منه شرحناه في السابق، Developing the Management Team, Investor Demand that Management Team not operate the business as part-time venture. يعني في دوام جزئي، يعني انا لما اتكلم على المانجمنت تيم اللي هي فريق الاداره بدوش يداوم جزئي، بدي يداوم فول تايم، يعني بشكل كامل، دوام كامل، واحيانا بزياده عن الدوام الكامل. في نفس الوقت الراتب تبعه بده يكون متواضع كثير، يعني هو لما يشوفوا انه فريق الاداره بياخذ راتب عالي معناته هذا فيش عنده commitment to the business، يعني هو مش ملتزم مع البزنس انه على المدى البعيد، هو بده ياخذ فلوسه والله يسهل عليه. بينما لما يعني مشهور عن فريق الاداره في الشركات الناشئه او الرياديه وقت طويل ومجهود كبير وراتب محدود في البدايه. الليجل فورم تكلمنا عنهم، الثري بيسك ليجل فورم اوف بزنس اللي هي بروبرتور شيب اللي هي السنجل اونر، عندي unlimited liability مسؤولية غير محدودة، control of all decision عنده كل القرارات، receives all profit هو له كلها. الآن البارتنرشيب two or more individuals having unlimited liability who have pooled resources to own a business، يعني اثنين أو أكثر شراكة. الآن corporation most common form of corporation regulated by statute treated as separate legal entity for liability and tax purposes. يعني هذه الشركات المساهمة أو المحدودة بسموها، هذه شركات في لها قانون خاص ولها قانون ضريبي وهي تتحمل المسؤولية كاملة كشركة مش الأفراد المساهمين فيها. A new form of business ازداد هدول الليميتد لايبيليتي كومباني اللي عندي والليميتد لايبيليتي بارتنرشيب. يعني الليميتد لايبيليتي كومباني والليميتد لايبيليتي بارتنرشيب هدول من الاشكال الجديده. الان هاي اللي عندي الثلاث انواع الملكيه اللي هي البروبرتورشيب والبارتنرشيب والكوربوريشن بالنسبه للاونرشيب واللايبيليتي والكوست اوف ستارتنج ا بزنس اتكلمنا عنه، والترانسفيربيليتي اوف انترست والكابيتال ريكويرمنت لكل هذول اتكلمنا عنهم قبل، المانجمنت كنترول والديستريبيوشن اوف بروفيت اند لوسز والاتراكتيفنس فور ريزنج كابيتال، هذول اتكلمنا عنهم في المحاضره اللي فاتت فيها. التاكس اتريبيوتس اوف فورم اوف بزنس tax issue for proprietorship هذه طبعا بتحمل، وهذه عادة للنظام الأمريكي مش هروح عليهن بشكل عام لأنه هذا خاص بالنظام الأمريكي، بس في similar بالنسبة للموجود عندي في البلدان الأخرى. عادة في الشركات خلينا نقول الملكية الخاصة أو الشراكة النظام الضريبي بيعتبر هذا جزء من الفلوس اللي موجودة للشخص هذا، يعني هي تعتبر هو مسؤول عنها، فهي النظام الضريبي بتعامل معه كأنه هذا إنكم لهذا الشخص أو دخل لهذا الشخص، فبتعامل معه على هذا الأساس. بينما في التاكس بالنسبة للكوربوريشن لا، بتعامل معه بشكل منفصل كامل في هذا المجال، وهاي الثلاث أنواع وكيف بتعاملوا معهم في هذا المجال. Limited Liability Company A Partnership Corporation Hybrid يعني هي جاية من الشراكة والكوربوريشن. Laws governing its formation differ from state to state من بلد لبلد ومن ولاية لولاية حتى في أمريكا. Limited Liability Company has members إلها أعضاء. No shares issues في الشهاية كل واحد عنده حصة ما بتحكم فيها في هذا المجال. Liability does not extend beyond member capital contribution يعني الفلوس اللي حطها الشخص هي هذه المسؤولية بتتوقف عندها، يعني ما حدش بيجي حاسبه لو فلست الشركة انه بدي يبيع املاكه او بدي صادر املاكه ليدفع للدائنين او غيره. هاي الترانسفير اوف انترست ريكوير unanimous consent، يعني لو انا بدي ابيع
حصتي بدي الجميع الموجودين يوافقوا. هذه موجودة في النوادي الرياضية يعني بشكل عام في أمريكا، النوادي الرياضية زي الـ NBA ولا الـ NFL ولا البيسبول، لازم حاطين قوانين إنه هذه قد يعني لما حدا بدي يبيع إنه الكل لازم يوافق عليهم في هذا المجال، أو حتى أحيانا بيقولوا مثلا ثلاث أرباع أو أربع أخماس، يعني في قوانين بتحددها. هاي it is taxed as a partnership، يعني كشراكة بالضريبة. standard acceptable term is 30 years، يعني عادة المدة تبعها ل 30 سنة. ال partner can add their property proportion shares of the liability, limited liability company liabilities to their partnership interest. most states do not tax LLCs يعني فيهم. one or more without limit individual corporation partnership trust or other entity form of LLC اللي عندي member share income profit expense deduction loss and credit and equity of the LLC among themselves. يعني هذا بيقدر يشاركوا بينهم بين بعض في هذا المجال. Designing the organization. This is the entrepreneur formal and explicit indication to the member of the organization as to what is expected of them. Expectation can be grouped into organization structure. إيش الهيكلية تبعت المؤسسة. Planning, measurement and evaluation schemes. إيش يعني النظام اللي بدي يمشي عليه في التخطيط والقياس والتقييم. rewards المكافآت كيفية. selection criteria الاختيار ايش معايير الاختيار. التريننج التدريب، كل هدول لازم تكون محددة في بشكل واضح في هذا المجال. building the management team and a successful organization culture الثقافة في هذا المؤسسة كيف بدها تكون. A management team must be able to accomplish three functions. إيش هما؟ Execute the business plan. بده ينفذ الخطة العمل تبعهم. Identify fundamental changes in the business as they occur. يعني أنت أي إشي تغيرات رئيسية في البزنس بده يتعرف عليهم وحددهم بشكل سريع. Make adjustment. طبعاً بده يعمل التعديلات to the plan based on the changes in the environment and the market that will maintain a profitability. يعني هو في الأول في الآخر بده يعمل التعديلات بحيث أنه يحافظ أو يصل للربح في هذا المجال. Important factors in establishing an effective team. إيش هو؟ Desired culture must match business strategy outlined in the business plan. يعني الثقافة والمفاهيم والموجودة بدها تكون متماشية مع البزنس استراتيجي تبعت الموجودة في البزنس بلان. Employees must be motivated and rewarded for good work. وهذه مهمة جدا إنه الموظفين كلهيتهم بدهم إيش؟ يتم مكافأتهم للعمل لو قاموا بعمل بشكل جيد في هذا المجال. الانتربنور should be flexible to try different things. طبعا بده يحاول يجرب شغلات عديدة. spend extra time in the hiring. يعني انت لما صاحب الشركة الريادية بده يوظف موظفين بده ياخذ وقته في عملية التوظيف، مش يوظفه بسرعة لأنه هذه إلها مخاطر كبيرة جدا على الشركة. Core value and appropriate tools must be provided for employees to effectively complete their job. يعني لما أنا بدي أوظف الناس بدي أعطي يعني القيم تبعتي الأساسية والأدوات بدها تكون موجودة للموظف عشان يقدر يقوم بعمله بشكل جيد في هذا المجال. The role of the board of directors. The board of the director اللي هو مجلس الإدارة. Function of the board of directors. إيش الفانكشن تبعاته؟ Reviewing operating and capital budgets. بدي راجع الإيش الميزانية الجارية يعني التشغيل، ميزانية التشغيل والكابيتال اللي هو الأصول الموجودة عندي. Developing longer term strategic plan for growth and expansion. تطوير
خطة أو استراتيجية، خطة استراتيجية للنمو والتوسع. Supporting day-to-day activities، الأنشطة اليومية بدي يدعموها. Resolving conflicts among owners or shareholders، لما يكون عندي في سوء فهم أو تضارب في الآراء أو في التوجهات بين المالكين أو أصحاب الأسهم في الشركة. Ensuring the proper use of assets، ضمان إنه الأسد تبعت الشركة اللي هي الأجهزة والملكيات واللي هاي تستخدم بشكل صحيح. Developing a network of information sources for the entrepreneur، يعني بده يكون هي يعني شبكة من العلاقات بحيث إيش بتحصل على المعلومات للريادي بشكل كبير. They meet the requirements of the Sarbanes-Oxley Act and the following criteria: ability to work with a diverse group and commit to the venture mission. يعني بده يقدر يتعامل مع مجموعات مختلفة، وهو في نفس الوقت رسالة المؤسسة أو الشركة هاي بده يكون ملتزم بيها. Ability to understand the market environment، يعني القدرة على فهم البيئة السوق في هذا. Ability to contribute important skills to the new venture achievement of planning goals. Ability to show good judgment in business decision making، يعني القدرة انه القرارات لما يدعم بده يدعم القرارات الصحيحة والقرارات المناسبة في هذا المجال. ال Board of Advisors they serve only in advisory capacity، هذه يعني مجلس، هذا مجلس زي مجلس الأمناء يعني، اللي هو هذا مجلس استشاري أو المستشارين. هذا إيش they serve only in advisory capacity، يعني الدور تبعهم النصح فقط. No legal status، not subject to regulation stipulated in the Sarbanes أوكسلي أكت اللي عندي، وهذا سربينس أوكسلي أكت اللي هو خاص بوضح دور المجالس المختلفة في الشركات ككل عندي. Likely to meet less frequency، هدول طبعا الجلسات تبعتهم مش زي مجالس الإدارة، يعني بشكل عام مرة مرتين ثلاث مرات، أكثرها 4 مرات في السنة. Useful in a family business، طبعا مناسبة هذه لأي حاجة إلها دخل بشركة عائلية. Selection process is similar to the process for selecting the board of director، نفس طريقة الاختيار. Advisor may be compensated on a peer meeting basis or with stock or stock options، يعني هذا أحيانا بتلاحظ للمجالس الاستشارية دايما الحضور الدفع لهم حسب عدد الاجتماعات، يعني بتلاقي مثلا المجلس البلدي هو مجلس استشاري، لما يدفعوا له بيدفعوا له حسب مدة الاجتماعات. المجالس الاستشارية اللي بتدعم الوزارات المختلفة هذه مش مجالس رسمية، يعني مش مجالس بتاخد راتب، بس بيدفعوا لها حسب الاجتماعات، ومعروفات كل اجتماع قديش يعني بياخد عليه العضو في هذا المجال. Organization and use of advisor. Outside advisors are usually used on as needed basis. يعني لو أنا بدي مستشارين من الخارج دائما هذه بعينهم، مش بشكل دائم بس بعينهم حسب الحاجة. They can become part of the organization and need to be managed. هم جزء من المؤسسة ممكن يكونوا، وبهذا بدهم إدارة لهذا المجال. The relationship between the entrepreneur and the outside advisors can be enhanced by involving them thoroughly and at an early stage. طبعا هذا العلاقة ممكن تتعزز لو هم صار لهم يعني تفعيل بشكل كبير، خصوصي في المراحل الأولى. Even after hiring advisors, the entrepreneur should question their advice. يعني حتى لما يشغلهم مش كلمتهم مسموعة، دائما لازم يسمع لحاله ويكون يعني الريادي في الأول في الآخر هو المسؤول عن القرار في هذا المجال. هذه كيف يعني احنا بنتكلم ايش الاستراكشر تبعنا او ايش خطتنا كمؤسسة، وين انا بدي اعمل وايش بدي اعمل فيها.
وهذه طبعا من الشغلات اللي لازم تحضروها وتعملوها في هذا المجال. يعطيكم العافية، هيك بنبقى خلصنا تشابتر 9.